بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة من على موقع RFI راديو فرنسا انترناسيونال، إذن راديو فرنسا الدولي. إذن كما نلاحظ في العنوان عندنا Incertitude aux États-Unis qui atteint leur plafond d'endettement. Incertitude aux États-Unis qui atteint leur plafond d'endettement. إذن هناك شكوك في الولايات المتحدة الأمريكية التي وصلت إلى سقف الديون. طبعا الكونغرس الأمريكي حدد من قبل من خلال تشريعاته الحد الأقصى للديون التي على الولايات المتحدة الأمريكية ألا تتجاوزها. إذن كما نلاحظ هنا في النص les États-Unis ne peuvent plus emprunter d'argent depuis ce jeudi 19 janvier 2023. Les États-Unis ne peuvent plus emprunter d'argent depuis ce jeudi 19 janvier 2023. إذا الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تستطيع بعد أمبرانتي دارجون أن تقترض أموالا دوبوي سو جودي انطلاقا من هذا الخميس 19 جانفي 2023 انطلاقا من خميس البارحة. لو بلافون دو لا ديت فيكسي باغ لو كونغري أتي أتان سو جور. لو بلافون إذا نتكلم عن سقف، لو بلافون دو لا ديت إذا نتكلم هنا عن سقف الديون، fixé par le Congrès, الذي تم تحديده من خلال الكونغرس a été atteint ce jour أنه تم الوصول إليه هذا اليوم. الولايات المتحدة الأمريكية تصل إلى السقف المحدد من الديون التي عليها ألا تتجاوزها. Le trésor a encore les moyens de payer ses factures. إذا الخزينة العامة كما نقول لا تزال عندها طرق أداء لفاكتور. لو تريزور أ أونكور لي موايي دو بي سي فاكتور. طبعا نتكلم هنا عن لفاكتور، إذا نتكلم عن قائمة الحساب. المقصود هنا بأن الخزينة لا تزال عندها الوسائل دو بي سي فاكتور، أداء حساباتها كما نقول، أداء حسابات ديونيا. مي إيل دوا سو ليفغي بور سولا à une certaine gymnastique financière. ولكن عليها أن تتعاطى مع هذا à une certaine gymnastique financière، بشيء من الجيمناستيك المالي. المقصود هنا عليها أن تحسب خطواتها في هذا الأداء. يمكن أن تؤدي ما عليها ولكن من خلال شيء من الصعوبة إن صح التعبير. Le trésor a encore les moyens de payer ses factures. إذا طبعا الخزينة هنا لا تزال عندها الوسائل لتؤدي حساباتها، لتؤدي ما عليها. ما il doit se livrer، ولكن عليها أن تتعاطى pour cela مع هذا à une certaine gymnastique، ببعض المرونة إن صح التعبير، ببعض الالتواءات إن صح التعبير financière المالية. Le trésor appelle cela des mesures extraordinaires. الخزينة تسمي هذا le trésor appelle cela des mesures extraordinaires. إذا الخزينة تسمي هذا كما نقول إجراءات غير عادية، إجراءات غير عادية. سيدير سي سي à la fois inhabituel et alarmant. هذا يعني بأنه إذا كانت في نفس الوقت inhabituel أن غير معتادة et alarmant ومنذرة، إذا كان هذا الأمر طبعا يبدو في نفس الوقت بأنه غير عادي بأن تكون الخزينة بهذا الشكل، أن تكون نفقات الخزينة بهذا الشكل inhabituel أن غير معتادة et alarmant وأنها منذرة في نفس الوقت، أنها تنذر بنفاد ما لديها من أموال. cela signifie aller puiser dans certains budgets. cela signifie aller، هذا يعني بأنه الذهاب puiser dans certains budgets، هذا يعني بأنه الذهاب لغرف، نتكلم هنا عن غرف dans certains budgets، للغرف من بعض الميزانيات pour en alimenter d'autres، لكي تمونة أخرى. وحتى كما نقول تشرف إن صح التعبير أنسي هكذا لي فاكتور دو ليتا أمريكان، حسابات الولايات المتحدة الأمريكية. المقصود هنا بأن الخزينة ستأخذ من بعض الميزانيات، إذا الخزينة هنا ستأخذ من بعض الميزانيات المخصصة مثلا المساعدات إلى غير ذلك حتى تستعين بها على أداء حسابات أخرى. سولا سينيفي على بويزي دون سارتان بيجي، إذا هذا يعني بأنها ستذهب للغرف من بعض الميزانيات pour en alimenter d'autres،
لكي تمون بها أخرى. اونوري كما نقول اونوري، وحتى تشرف، حتى تفي بوعدها إن صح التعبير. أنسي لي فاكتور دو ليتا أمريكا، إذا حتى تفي بوعدها في الحسابات الولايات المتحدة الأمريكية مع الحسابات المتعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية. ميسا نو ديغا با توت لا في، ولكن هذا لن يستمر كل الحياة. ميسا نو ديغا با توت لا في، ولكن هذا لن يستمر وقتا كل الحياة. إذا هذا ما يبقاش على طول الحياة، هاد الإجراءات، إذا هاد الإجراءات لن تستمر طول الحياة. سولون لي زيستيماسيون، إذا حسب التقديرات، سولا بوغي الي جيسكو بخانتو، إذا هذا ممكن أنه يستمر إلى حدود فصل الربيع. وماكسيموم جيسكو موا دو جوان، على أبعد تقدير جيسكو موا دو جوان، إلى شهر ستة، نتكلم عن شهر جوان. أودولا، إذا استمر أبعد من هذا، سوسوغالو ديفو دو بيمون، إذا سيكون هناك خلل في الأداء، إذا طبعا إذا استمرت هذه الحالة أكثر من هذا التقدير، إذا سيكون هناك لا محالة خلل في الأداء، إذا سيكون هناك مشكل في أداء ما على الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الإخلال بتعهداتها المالية. كونتوني دي ستاتيو دي بيي، إذا أخذا بعين الاعتبار دي ستاتيو دي بيي، طبعا ستاتيو ممكن أنه يعني الحالة وممكن أنه يعني التشريع. إذا أخذا بعين الاعتبار بحالة الدولة، طبعا نتكلم هنا عن الولايات المتحدة الأمريكية، بروميير بويسونس ايكونوميك دي موند، إذا نتكلم عن القوة الأولى الاقتصادية في العالم، كي أمي، طبعا نتكلم هنا عن لوفير أماتر، يعني فعل بتة أو نشرة، كي أمي لا دوفيز دو ريفيرونس، كي أمي لا دوفيز دو ريفيرونس، التي تصدر عملة كمرجع. طبعا كما تعرفوا بأن أغلب العملات الدولية أنها تأخذ الدولار كمرجع، تشوفوا بأن هذه العملة شحال تتساوي من الدولار. كي أمي لا دوفيز دو ريفيرونس، التي تصدر عملة كمرجع، عملة مرجع. سو سوري بوتونسيالمون كاتاستروفيك، أخذا بعين الاعتبار بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي أول قوة اقتصادية في العالم والتي تصدر طبعا العملة المرجع، سو سوري بوتونسيالمون كاتاستروفيك، إذن قد يكون هذا بشكل محتمل أو بشكل كامل إن صح التعبير كاتاستروفيك، كارثي. إذا استمر هذا فسيكون هذا الأمر كارثي بور لوي، بالنسبة لها، ميوسي بور لي زوتر، ولكن أيضا حتى للآخرين، حتى بالنسبة للدول الأخرى. افيك امبوسيبل افوندرومون جينيراليزي دي مارشي اي اون كريز ايكونوميك ماجور، إذا طبعا قد يتطور هذا إلى امبوسيبل افوندرومون، كما نتكلم عن انهيار ممكن جينيراليزي، ممكن أنه يعمم دي مارشي، يعمم من الأسواق، اي اون كريز ايكونوميك ماجور، وربما تكون هناك أزمة اقتصادية عامة. افونسولا، قبل أن يحصل هذا، قبل هذا، il reste encore du temps au Congrès pour une fois de plus relever le plafond de la dette, c'est-à-dire autoriser à nouveau le pays à emprunter. إذا قبل أن يحصل هذا، il reste encore du temps، إذا سيبقى هناك وقت للكونغرس أن يعطي مرة أخرى relever le plafond de la dette، بأن يرفع سقف الدين، بأن يسمح للولايات المتحدة الأمريكية بالاقتراض أكثر مما تم تحديده، سيتادير اوتوريزي ان نوفو لو بيي ا امبرانتي، هذا يعني السماح للولايات المتحدة الأمريكية بالاقتراض. لا ميزون بلونش سولين كوسولا سوفيا بيتويلمون دو مانيير انكونديسيونيل، إذا طبعا البيت الأبيض، لا ميزون بلونش البيت الأبيض سولين كوسولا سوفيا بيتويلمون دو مانيير انكونديسيونيل، إذا هو يؤكد بأن هذا سوفيا بيتويلمون، أنه يتم عادة دو مانيير انكونديسيونيل، بطريقة انكونديسيونيل غير مشروطة، المقصود مطلقة، أنه يقوم بهذا بشكل مطلق. سوبوندو لا نوفيل ماجوريتي ريبوبليكان ا لا شامبر دي ريبريزونتون اي لي زوتر ريبوبليكان دي كونغري فول ان بروفيتي بور فير باسي دي كو بيدجيتير، اور سي اور دو كيستيون بور جو بايدن، qui a déjà prévenu qu'il mettait son veto
à toute baisse des prestations sociales. Cependant, لكن رغم هذا, la nouvelle majorité républicaine à la Chambre des représentants, la nouvelle majorité républicaine, الغالبية الجديدة للجمهوريين à la Chambre des représentants, كما نقول بغرفة الممثلين, نتكلم هنا على البرلمان, et les autres républicains du Congrès, ثم الجمهوريين الآخرين بالكونغرس, veulent en profiter pour faire passer des coupes budgétaires. إذن هم يريدون أن يغتنموا هذا, هذه الوضعية, pour faire passer des coupes budgétaires, لكي يمرروا اقتطاعات, كما نقول, ميزانية. إذن اقتطاعات ميزانية, إن صح التعبير, نتكلم عن ميزانيات مخصصة لبعض القطاعات يريدون اقتطاع منها. إذن اور سي اور دو كيستيون, ولكن هذا هو خارج الموضوع, إن صح التعبير, بوغ جو بايدن. بالنسبة للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن, كي ديجا بريفوني, الذي هو من قبل توقع كلمات خي son veto à toute baisse des prestations sociales. إذن هو ذكر من قبل بأنه سيضع الفيتو à toute baisse, على كل نقص des prestations sociales, للمساعدات الاجتماعية. إذن هو يقول لهؤلاء الجمهوريين بأن الميزانيات المخصصة للمساعدات الاجتماعية هي خط أحمر, وبأنه سيعترض على كل اقتراح يريد تخفيض هذه المساعدات. L'obra de faire politique est engagé. إذا نتكلم هنا على لوبغا دو فيغ, نتكلم عن الدراع الحديدية, نتكلم عن الدراع الحديدية, المقصود بأن هناك صراعات. إذا لوبغا دو فيغ بوليتيك, إذا نتكلم هنا عن الصراع السياسي, إتونجاجي يعني أنه داخل في هذا الموضوع, أنه داخل في هذا الموضوع, أنه يسري في هذا الصراع. إيل فا دوغي بليزيوغ سومان, وبأنه سيستمر لعدة أسابيع. إذا كما نلاحظ الديون الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية أنها وصلت إلى السقف, وهناك استغلالات سياسية لهذا الوضع. إذا نكتفي بهذا, نلتقي في فقرة قادمة, حياكم الله, وإلى لقاء قادم بإذن الله.